القطار تراي. مرحباً بيلي، إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب لزيارة أصدقائك في الناحية الأخرى من بلدة القطارات؟ هذا يبدو ممتعاً. ماذا هناك؟ لقد علقت إطاراتك في الطين؟ ما هذا الصوت؟ أوه لا، تروي يتحرك باتجاهنا. هل يمكنك أن تتحرك بيلي؟ لا؟ حسناً، يجب أن نوقف تروي بسرعة. تروي توقف، بيلي عالق على المسار أمامك. كنت على وشك الاصطدام. تروي، هل يمكنك الانطلاق إلى المخزن وطلب مساعدة تيدي؟ يمكنك ذلك؟ لا تقلق بيلي، سنعود سريعاً. مرحباً تيدي، بيلي القطار يحتاج مساعدتك، هل يمكنك النزول للأسفل؟ إنه عالق في الوحل في منتصف مسار القطارات، هل يمكنك المساعدة؟ مذهل. إلى أي نوع من القطارات ستقوم بتحويله؟ قطار طائرة مروحية؟ فكرة رائعة! مراوح؟ فكرة جيدة! صنارة التقاط؟ تماماً مثل الطائرة المروحية الحقيقية، هل هذا كل ما نحتاج؟ معززات صاروخية؟ واو، أنا متشوقة لرؤية ماذا سيفعل بها تروي. تبدو مذهلاً تروي. هيا بنا. مرحباً بيلي، ها هو تروي. انظر إلى الأعلى بيلي. كيف سنخرج بيلي من الوحل؟ بصنارة الالتقاط؟ فكرة جيدة! ممتاز! لنقم برفعه الآن! ماذا هناك؟ بيلي ثقيل جداً؟ عزيزي، ماذا يمكننا أن نفعل؟ هل لديك فكرة تروي؟ المعززات الصاروخية! مذهل!
عمل رائع تروي. يمكن لبيل الآن الذهاب لزيارة أصدقائه على الناحية الأخرى. شكرا تروي، نراك لاحقا. شكرا لمساعدتك لنا تيدي، نراك في المرة القادمة. واو، لم أكن أعلم أن بلدة القطارات تحتفل بالسنة الصينية الجديدة الليلة. مرحبا أصدقائي، هل أنتم مستمتعون؟ أوه، لقد اقتربنا من منتصف الليل وحان وقت عرض تيدي الخاص للألعاب النارية. مذهل، استعدوا جميعا، العرض سيبدأ حالا. انتظروا، هل انتهى العرض؟ أنت محق تروي، يبدو أن هناك مشكلة ما، لنذهب ونرى تيدي. مرحبا تيدي، هل كل شيء على ما يرام؟ لديك مشكلة مع وحدة تحكم إطلاق الألعاب النارية الخاصة بك؟ أوه، هذا خبر سيء، لكن تروي هنا، يمكنه مساعدتك. تروي، تيدي يقول أن عليك أن تصل إلى موقع الألعاب النارية في قمة الجبل ومن ثم تشعلهم. المشكلة هنا أنه بقي لديك 5 دقائق فقط قبل منتصف الليل، إذن ستقوم بالطيران تروي. تروي، إنك سفينة طائرة مذهلة، لكنك ما زلت تحتاج بعض الإكسسوارات. يمكنك إشعال فتيل الألعاب النارية بهذه الشمعة. استعمل محركات السرعة تروي، ستكون مفيدة مع العواصف. شكرا تيدي. هيا تروي، لا وقت لدينا. هل حددت موقع الألعاب النارية على الجبل تروي؟ ها هم هناك، هيا بنا. يا إلهي، الرياح قوية جداً. تروي، يجب عليك استعمال محركات السرعة. لقد زادت السرعة. لقد فعلتها. هذا السبب الذي لم يجعل تيدي يتمكن من إشعال الألعاب النارية. لديك 10 ثوان فقط قبل بداية السنة الصينية الجديدة. أنت تعرف ماذا ستفعل.
5 4 3 2 في الوقت المناسب. وها هو تروي. شكرا جزيلا تروي، لقد أنقذت ليلة رأس السنة الصينية. سنة جديدة سعيدة على الجميع. شكرا جزيلا تيدي، عرض الألعاب النارية كان مذهلا. نراكم لاحقا. القطار تروي. مرحبا تينا، إلى أين أنت ذاهبة؟ عائدة إلى بلدة القطارات؟ ما هذا الصوت؟ تعتقدين أنه صوت صخرة تقع؟ أتمنى أن يكون اعتقادك خاطئاً. إنها تقع باتجاهك تينا، فرملي. واو، كنت على وشك الاصطدام. الآن مسار القطارات مغلق. ماذا يمكننا أن نفعل؟ تريدين أن تزمري حتى يسمعك أحد ويأتي لمساعدتك؟ فكرة جيدة. حاولي مجدداً تينا، مرة واحدة فقط. هاي تروي، هل سمعت ذلك الصوت؟ تينا، القطار في مشكلة. تعتقد أن علينا الانطلاق إلى المخزن وطلب المساعدة من تيدي؟ حسناً تروي، هيا بنا. مرحباً تيدي، تينا القطار تحتاج مساعدتك. لقد وقعت صخرة من الجبل تسببت في إغلاق مسار القطارات أمامها. هل يمكنك النزول إلى الأسفل حالاً؟ ها هو تيدي قد نزل للمساعدة. إلى أي نوع من القطارات سنحول تروي تيدي؟ القطار الحفارة؟ فكرة رائعة. ذراع الحفر؟ ليس بالضبط. واو، لكنها بالتأكيد تبدو مفيدة. هل هذا ليزر؟ هذا مثير للاهتمام وغريب. مذهل. تبدو مثل القطار الحفارة الآن تروي. هيا بنا. مرحبا تينا، ها هو تروي. هل سنبعد هذه الصخرة العملاقة عن طريقنا؟ ماذا علينا أن نفعل أولا؟ ستستعمل ذراعك الآلية لدفع الصخرة بعيدا عن المسار؟ فكرة جيدة.
مذهل، 4 أذرع في آن واحد، هذا سيسهل المهمة. بعض الصخور ثقيلة عليك تروي، يجب أن تجرب طريقة أخرى. ستحاول تدمير الصخرة بالليزر؟ حسناً، لنرى إن كانت هذه الطريقة ستجدي نفعاً. حاول مجدداً تروي. أحسنت عملاً تروي. الآن يمكن لتينا متابعة سيرها باتجاه بلدة القطارات. وداعاً تيدي، شكراً لمساعدتك لنا. مرحباً تروي، إلى أين أنت ذاهب؟ متجه إلى حفلة عيد الفصح على الشاطئ؟ هذا يبدو ممتعاً. انظر، إنهما تايلر وتينا، يبدو أنهما كانتا في الحفلة. تينا تقول أنها كانت في مطاردة بيض عيد الفصح وأكلت الكثير من بيض الشوكولاتة اللذيذ. ما المشكلة تروي؟ أوه لا، يبدو أنك قد وصلت متأخراً. انظر إلى كل هذه الفوضى التي تركتها القطارات خلفها. لا يمكنك أن تترك الشاطئ هكذا تروي، كل هذه المخلفات ستصب في المحيط. هل لديك فكرة لكيفية تنظيف هذه المخلفات تروي؟ ممتاز، لننطلق لمقابلة تيدي. مرحباً تيدي، نحتاج مساعدتك. لقد أقامت بعض القطارات حفلاً لعيد الفصح وتركت وراءها الكثير من المخلفات على الشاطئ. تروي يريد أن يتحول إلى قطار يمكنه إعادة تدوير المخلفات، هل يمكنك مساعدتنا؟ ممتاز. هذا مذهل تروي، تيدي قام بتحويلك إلى قطار إعادة تدوير. شكراً تيدي، يبدو أنك جاهز للانطلاق لتنظيف الشاطئ، هيا بنا. هل أنت متحمس لتنظيف الشاطئ تروي؟ واو تروي، هناك الكثير من المخلفات، لديك الكثير من العمل. لنرى ماذا أعطاك تيدي. أذرع آلية لالتقاط القمامة. أحسنت عملا تروي، هذه الأذرع الآلية والمغناطيس يمكنهم التقاط القمامة بسرعة. يبدو أنه ما زال لديك الكثير من العمل تروي. هل تسمع صوت أحد؟ أوه.
تينا تقول أنها وتايلر هنا لمساعدتك في تنظيف الشاطئ. أعتقد أن تروي لديه فكرة في كيفية مساعدته. تروي يضع أغلفة بيض عيد الفصح في الموقد لإعادة تدويرها. واو، هذا الموقد يبدو ساخناً. أتساءل ماذا يفعل تروي؟ جامعات القمامة. تينا وتايلر يمكنهما استعمال جامعات القمامة هذه لجمع ما تبقى من المخلفات. أحسنت عملاً تينا. لنقم الآن بإعادة تدوير الأغلفة. واو، يبدو الشاطئ نظيفاً الآن. يبدو أن تينا قد احتفظت ببيضة عيد الفصح لك تروي. أحسنتم عملاً جميعاً. وداعاً أيها القطارات، نراكم في المرة القادمة. مرحباً تروي، يا له من يوم جميل. انظر، ها هي الكونتيسة بيتي، إنها مغطاة بالشوكولاتة. أيتها الكونتيسة بيتي، ماذا هناك؟ لما أنت مغطاة بالشوكولاتة؟ كنت تحضرين بيض عيد الفصح بالشوكولاتة لتوصيله لسكان بلدة القطارات، ولم تعرفي كيفية إذابة الشوكولاتة؟ وعندها تناثرت الشوكولاتة في كل مكان. أوه لا، أنت محق تروي. الكونتيسة بيتي تحتاج بعض المساعدة. لننطلق إلى المخزن لطلب مساعدة تيدي. المساعدة في الطريق أيتها الكونتيسة. مرحبا تيدي. ماذا سنفعل أولاً تيدي؟ الكونتيسة بيتي كانت تحاول عمل بيض عيد الفصح بالشوكولاتة لتوصيله للسكان، ولكن الشوكولاتة تناثرت عليها. إنها تحتاج المساعدة. هل يمكنك تحويل تروي إلى قطار عيد الفصح؟ حسناً، استعد للتحول إلى قطار عيد الفصح تروي. ممتاز، هذا صحيح، سلة عيد الفصح. أحسنت عملا تيدي. تروي الآن هو قطار عيد الفصح. انظري أيتها الكونتيسة بيتي، لقد عاد تروي لمساعدتك وقد تحول إلى قطار عيد الفصح. أنت لست مغطاة بالكامل بالشوكولاتة، هل أكلتها أيتها الكونتيسة؟ أنا أحب الشوكولاتة أيضاً. تروي، لنحضر بعض الشوكولاتة للكونتيسة ونقوم بعمل بيض عيد الفصح بالشوكولاتة. واو، هل هذه هي الشوكولاتة؟ قوالب البيض، قوالب لصب الشوكولاتة لعمل بيض عيد الفصح. لحظة من فضلك تروي، تحتاج شيئاً لحمل البيض. تيدي أعطاك سلة عيد الفصح. ممتاز،
واو، الشوكولاتة تصب في قوالب بيض عيد الفصح. شوكولاتة وزينة، هذا مشهي. بيض عيد الفصح بالشوكولاتة يبدو مشهياً، ما أجملها من هدية. أحسنت عملاً تروي، من اليوم أنت المتخصص في عمل بيض الفصح. لنقم بتوصيل البيض الآن. وداعاً تدي، نراكم في المرة القادمة أصدقائي.